بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام متابعينا في حلقة أخرى وهي ثاني حلقات برنامج الأصايل في هذا الموسم. سننطلق سويا مع تحديات تمهيدي المرموم، هذا التمهيدي الذي يطل علينا كل عام كطلوع سهيل، ودائما ما تكون الإطلالة قوية والاستعدادات على أتم من قبل جميع الملاك والمضمرين، وهذه المكرمة التي تأتي دائما بشكل سنوي من سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ليكون الدعم والتشجيع اللامتناهي لموروثنا العربي الأصيل وسباقات الهجن بالتحديد. ميدان المرموم الذي يستضيف هذه المنافسات المثيرة والممتعة، وكل أبناء القبائل استعدوا لنرى المشهد الجميل غدا صباحا في تمام الساعة 6 وعبر قناتكم قناة دبي ريسينج، فأهلا بكم معنا. مشاهدينا الكرام، ساعات قليلة وتفصلنا عن انطلاقة أول السباقات في هذا الموسم وأول أيام تمهيدي المرموم 2020-2021. دعوني باسمي وباسمكم نرحب بمحللينا الأفاضل في هذه الحلقة التي سنحاول أن نتطرق لجميع الأمور التفصيلية والتحضيرية التي أتت قبل انطلاقة هذا التمهيدي، وكيف الحال كذلك لهذه الرياضة والاستعدادات اللامتناهية لانطلاقة تمهيدي المرموم في هذا الموسم. دعوني أرحب باسمي وباسمكم بالزميل عبد الله بن حمد بن بهيان. أبو حمد مسيك بالخير. يا مرحبا ومسهلا أبو خليفة، مسي عليك وعلى ضيفنا في هذه الحلقة هيام بن عبد الله بن ركاض، يا مرحبا به، وكذلك نرحب بالسادة مشاهدين أمام الشاشات. نعم، نرحب كذلك بضيفنا الجديد هيام بن عبد الله بن ركاض العامري. أبو عبد الله مسيك بالخير. مساك الله بالنور والسرور، ورحب بك خليفة أبو خليفة وأبو حمد عبد الله بن حمد النهيان، ومسي على مشاهدي خلف الشاشات. نعم أبو حمد، اليوم نتكلم عن خلاص غدا الانطلاقة، غدا ستكون أول أيام هذا التمهيدي بحلته الجديدة بالنظام الجديد بالأمور الاحترازية بالترتيبات وبالتنظيم الرائع الذي دائما ما نراه من قبل اتحاد الإمارات لسباقات الهجن أو كذلك من قبل نادي دبي لسباقات الهجن. بداية أبو خليفة أقول حنا الحمد لله على عودة الركض
والله يطول عمار شيوخنا ومعازيبنا بظل هذه الجائحة اللي اجتاحت العالم. الركض لا زال مستمر لكن بجراءات وتدابير وقائية، والهدف من هذا الشيء هو سلامتنا احنا كمواطنين وكذلك المقيمين وكمشاركين في هذا الميدان. اللجنة المنظمة ابو خليفة اول باول مستمرة بارسال الارشادات والتعليمات اللي تحافظ على الاجراءات الوقائية لسلامتنا. ومباكر ان شاء الله بتعود، هذا بيبدا الركض ان شاء الله، وبيكون عندنا 14 شوط الهجن اصحاب السمو والشيوخ في سن اللقاية. عسى الله يطول عمر راعي هذه المكرمة، وربي يمده بالصحة والعافية وطولة العمر، وإن شاء الله أنه يلاقي هذا المهرجان وهذا الشارع كل سنة وكل حول بالفرحة والسلامة. إحنا كملاك هجن يا أبو خليفة متابعين لهذه الرياضة، الحمد لله شفنا التجاوب كبير عند ملاك الهجن من بداية ما ظهرت هذه الجائحة، جائحة كورونا، وهم ملتزمين بالتدابير الوقائية وبالتعليمات اللي تصدر من اللجان. وإن شاء الله أن نشوف المركاض فيه متعة وفيه فرحة، وإن شاء الله أن الله يدفع عنا البلاء ويرفع عنا الوباء، وتعود إن شاء الله حياتنا مثل ما كانت على سابق عهدها. نعم، نذهب مباشرة مشاهدينا الكرام إلى أولى تقاريرنا في هذه الحلقة، وسنتعرف كذلك على هذا التمهيد والاستعدادات التي أتت لانطلاقة هذا التمهيد في ظل الظروف التي تعتبر ظروف استثنائية في هذا الموسم. نتابع التقرير ومن ثم نعود للتعقيب. تنطلق في ميدان المرموم لسباقات الهجن بعد ساعات سباقات تمهيد المرموم لهجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، وتحظى هذه السباقات بدعم ورعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الذي يحرص على أن تتواصل هذه المكرمة سنويا وأن تقام مع انطلاقة الموسم، تشجيعا لملاك الهجن وتعزيزا لمكانة هذه الرياضة التراثية في المجتمع. المكرمة ستقام على مدار شهر ونصف تقريبا، وتشهد إقامة عشرات الأشواط لفئتي اللقاية والإذاع. هذه المكرمة لا تقتصر فقط على الجوائز، وإنما هناك التسعير التي تمثل دعما إضافيا لملاك الهجن الذين سيتسابقون سنويا للمشاركة في تمهيد المرموم والاستفادة من هذا الدعم الكبير من سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، الذي عود محبي رياضة الآباء والأجداد على مثل هذه المكارم سنويا. أكثر من 40 عاما مرت وسموه يقدم في كل عام شكلا جديدا من الاهتمام الذي يمثل خير بداية للموسم، فمع تمهيد المرموم يتحول الميدان إلى مكان للاحتفال والفرحة. شهر ونصف من الإثارة والتشويق ستغطي ميدان المرموم، وستحول المضمار إلى ساحة لتقديم الهجن السبق التي تبحث عن ناموس غالي مع بداية الموسم. ما أقرب الأمس باليوم، هذه اللقطات التي تابعناها في هذا التقرير كانت للموسم الماضي، وسبحان الله مرت سنة بشكل سريع وكأنها الأمس. أبو عبد الله، مرت سنة على تمهيد المرموم، وكل سنة هذا التمهيد ينتظر، أنتم ملاك الهجن تنتظرونه بفارغ الصبر. نحن الحمد لله عندنا يا أبو خليفة عيدين، العيد الأول على سلامة الشيخ حمدان بن راشد، والعيد الثاني على عودة الركض في وقته. نعم، والحمد لله نحن محظوظين في هالمجال، دعم كبير، دعم كبير الحمد لله، ونحن متشجعين والناس كلها متشجعة وتنتظر هاليوم، يبغون أصبح علينا الصبح مشان يكون السباق وبدأ الركض. نعم باكر الانطلاقة بتكون مع هجن أصحاب السمو الشيوخ. هجن أصحاب السمو الشيوخ بقول لك وخليفة مهرجان، ما في هجن أصحاب السمو الشيوخ مهرجان، أقول لك يعني بالنسبة بقول لك ضعيف. نعم، ونحن نفرح يوم نشوف شعارات الشيوخ، والحمد لله الدعم الأولي والأخير دعمهم هم.
نعم، يمكن نقطة اللي نوه عنها أبو عبد الله، دائما عندما تكون هناك مشاركات لهجن أصحاب السمو الشيوخ في أي مهرجان يكون وزن المهرجان من الناحية الفنية، من الناحية الجماهيرية، من الناحية الإعلامية من الوزن الثقيل، ونشوف تمهيد المرموم كذلك. يعني من أول انطلاقات مراكيضنا في ميدان المرموم، أول مشاركة عندنا في ميدان المرموم لهجن ومنافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ. بالفعل أبو خليفة، كل مهرجان يحضرن فيها وتكون فيها أشواط مخصصة لهجن أصحاب السمو الشيوخ يكون المهرجان له زخم، له جمهور، له طول عمرك طابع خاص. مراكيض الله يطول عمر الشيوخ، مراكيض الإماعة مستمرة قيض وشتاء صح، لكن طول عمرك المهرجان اللي يحضرن فيه ركاب الشيوخ هذه مؤسسات، والمؤسسات لها جماهير، سواء مؤسسة هجن الرئاسة، مؤسسة هجن العاصفة، مؤسسة هجن زعبيل، المؤسسات الثانية هجن أصحاب السمو الشيوخ لهم جماهير، وكل جمهور وكل من هذا كل واحد من هذه الجماهير يتريى المؤسسة اللي هو يشجعها وينتمي لها ويتابعها يتريها تشارك صح. فيوم يكون أبو خليفة حاضرات ركاب الشيوخ تلقى احنا في القروب، على بنتكلم عن مستوى القروبات. نعم. القروبات من فيها التابع وترسل، وان كان مطيه معروفه ركضته كتبوا تعليق معلوماته، فالدليل على هذا محبتهم لهذه المؤسسات، محبتهم لمتابعه اشواط اصحاب السمو الشيوخ. فيوم تكون تحضر الركاب ويكون لها ويكون في مهرجان اشواط مخصصه لهجن اصحاب السمو الشيوخ يكون مهرجان غير، مهرجان استثنائي. والحمد لله بدايه باكر بتبدا اول انطلاقات بتكون مخصصه الفئه اللي قايل هجن اصحاب السمو الشيوخ، والعربي تريهم الحين اللي بايع مطيه حقه العام الماضي يتريها تشارك، يقول على عسى انها بتشارك باكر بتاخذ لها شوط عند المؤسسه اللي بايع عنها. نعم. عسى الله يوفق ان شاء الله جميع المؤسسات ونتمنى لهم التوفيق. نعم، اليوم وصلك مسج الساعه 5؟ نعم وصلك مسج من نادي دبي لسباقات الهجن. نعم، وصل مسج من نادي دبي لسباقات الهجن اليوم مو بالبارحة، لا الليلة وصل 5:30 طول عمرك بخصوص خمس ونص. ليش مأخر؟ أنا 5:14 دقيقة واصل عندي. لأن أبو خليفة متى الساعة كم وصلك المسج؟ أنا 5:30 كل اللي مسجل. ليش عيال واصل لنا قبلكم؟ الإعلام يوصل قبل. وين أنت مداي في كل شيء؟ خلونا نشوف. شو المسج هذه لك؟ كل واحد مسجل في نادي المرمو بتوصل له، كان من الإمارات أو من عمان أو من السعودية أو من الكويت، في كل دولة مسجل بيوصل له المسج. وعاد المسجات على حسب التزامن متى بيوصل المسج. لكن من بداية يعني. أول بأول يرسلون وبالتعليمات. هاي كتوجيهات وتعليمات بالعكس. أصبحت وسيلة ويوصلون للكل. نعم. يوصلون للكل بهذه المسجات. وأسرع وسيلة أبو خليفة. صحيح، ونشكرهم، نشكر نادي دبي سباقات الهجن. خلونا نشوف هذا المسج شو هو بالضبط، لأن في ناس يمكن ما وصلها هذا المسج. تعليمات المشاركة في سباقات الهجن لموسم 2020-2021. هذه التعليمات طبعاً. تعليمات وقتية وتم إصدارها للمشاركة في تمهيد المرموم. التسجيل السباقات عن طريق التطبيق الذكي فقط. يجب على المشارك تسجيل المطية في التصنيف الصحيح، محليات أو مهجنات، ولن يتم نقل أي مطية بعد انتهاء فترة التسجيل من تصنيف إلى آخر. سيتم مخالفة المطايا المسجلة وهميا بغرض رفع العدد في الشوط بواقع 500 درهم لكل مطية مسجلة ولم تحضر. الراغبين في تسجيل أي مطية بعد انتهاء فترة التسجيل المعلن عنها عليهم سداد مبلغ 500 درهم لكل مطية. يتوجب على المشاركين ترقيم المطايا بالألواح المعدنية في المكان المحدد على رقبة المطية، على أن تتم عملية الترقيم في العزب فقط. تمنع المطايا المصابة بالأمراض المعدية من استخدام الميادين والمسارات الخارجية، علما بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المستهترين أو المخالفين لهذه التعليمات، بالإضافة لكافة التعليمات الصادرة من الجهات الصحية في الدولة ضمن جهود مكافحة انتشار وباء كورونا. نحن نشكر نادي دبي سباقات الهجن على هذا التنبيه وعلى هذا التنويه قبل انطلاقة أول أيام مهرجان تمهيدي المرموم. ونتمنى منكم أنتم جمهور سباقات الهجن وملاك ومضمري سباقات الهجن أن تلتزموا بهذه التعليمات لمصلحتكم ولمصلحتنا ولمصلحة هذه الرياضة. شو رأيك في البنود بشكل عام؟ البنود كلها واضحة
وتعليمات واضحة. أنا لفت انتباهي أبو خليفة البند الثاني اللي هو يجب على المشارك تسجيل المطية في التصنيف الصحيح محليات أو مهجنات، ولن يتم نقل أي مطية بعد انتهاء فترة التسجيل من تصنيف إلى آخر. الحين كل واحد راعي مطية يعرف مطية كانها مهجنة أو محلية. حد من العرب طول عمرك أبو خليفة يمكن يقول عنده شك في مطيته، لا سجلها في شوطها الصحيح، سواء في المحليات سجلها في المحليات. اللجنة اللي ما في حال تم يمكن غفل وسجلوها في شو مو بشوطها، سجل المحلي أو المهجنة سجلوها في المحلية، شو يصير؟ اللجنة أبو علي اللجنة ما خليفة اللجنة موجودة هني، لجنة ما شاء الله تبارك الرحمن لا شغلها مغبار، يعرفون مهجنة يعرفون محلية يعرفون كل مطيها وكل سنة بسنة. ما أنت ستيها ما مطية لا تلوم نفسك ذيك ساعة أنا ظهروها قالوا لك بكارتك مهجنة وأنت مسجلها في شوط المحليات وألغوا مشاركتها. فكل واحد يعرف مطيته عنده في العزبة ويعرف أن كانها مهجنة يدخلها في المهجنات وإن كانها محلية يدخلها في المحليات. ومن يطول عمرك يسلم على مشاركتها. فأقول لك الطريقة هذه بنود جزاهم الله خير بنود واضحة. وكذلك النقطة اللي يتكلموا عنها التسجيل الوهمي أبو خليفة، إحنا جاتنا فترة من الفترات كانوا الناس يسجلون أعداد هائلة، يسجلون في الشوط كل واحد مشارك بمطية وحده في الشوط وعنده ركاب شيء منهم قد فنشن وشيء منهم طول عمرك فما تنفكن سجلها مشان يزيد العدد. لكن الطريقة هذه الغرامة لا ما هم سجلها تبى تسجل في الشوط بتشوف العدد صحيح، لو تشوف الشوط مثلا 70 واصل لكن بالواقع بيشارك 50 40، السبب زاده ولا كذا واحد عنده مطايه مسجلات لكن ما بيركض نسجلها مشان ويش مشان نزيد نسبه الاعداد في الشوط. لكن الطريقه اللي اتخذها نادي دبي صباغات الهجم وضع الغرامه بيض الله ويوهم مشكورين عليها. نعم بيض الله ويوهم، نعم انه بيض الله ويوهم يشكرون على هالشيء هذا. رقم 4 انا بقرا لك البند رقم 4 ابو عبد الله. الراغبين في تسجيل اي مطيه بعد انتهاء فتره التسجيل المعلن عنها عليهم سداد مبلغ 500 درهم لكل مطية. يعني أنت ما سجلت أخرت تدفع 500 إذا أخرت مطية من شوطها، إذا ما سجلتها هي أيه. تبغى تسجل التسجيل أظن قبل يومين ينتهي يعني فاتني التسجيل انتهى التسجيل نعم. هو يعلنون مثلا من الساعة من الصبح لين الساعة 3 الظهر التسجيل نعم، وجيت أنت الساعة 5 العصر ما سجلت فاتحين لك مجال يسهم الله خير عدم أفضل نعم. النظام فاتحين لك مجال إن كان مشان يعني نحن لقينا السبل السهل للركض كاملة الحمد لله نعم. يعني الركض ما يبغي شداد، هذا أنا أقول لك مرن إذا فاتني التسجيل أو طريقة ثانية عندي مجال أني أسجل في الشوط اللي أبغيه وأشكرهم على الفكرة. لا 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 أبو عبد الله إذا فاتك التسجيل تدفع 500 زين اذا فاتك التسجيل تدفع 500 زين عشان مره ثانيه ما يفوتك زين افضل شيء انا اقول لك ابو خليفه ليش؟ لانك سجلت مطيه في شوطها صراحه ها في الوقت التسجيل بتسجل مطيتك صح، اذا فاتك التسجيل انت عندك وسيله انك تركب مفتوح لك مجال انك تركب ادفع واركب صح. لكن هل اذا انت اتعمدت كل مره يفوتك التسجيل منو الخسران؟ انا الخسران اذا فاتني التسجيل مره مرتين انا بدفع ضريبه صح. انت ضريبة. سجل والرزق عند الله. احيد هذا الاقتراح ابو محمد قدمه والله حلو الاقتراح عاد مني احيد هذا جزاهم الله خير لجنه روح ما ابغى اقتراح هذا من عنده الحين بيحسبون اني متسبب بالغرامه يسوي سوالف عليكم خلونا نروح عبر خاصيه الاتصال المرئي والفيديو كول لمحللنا القدير الدكتور سعيد بالشرقي. دكتور تسمعنا؟ مرحبا سعد، مرحبا يا عصام. مرحبا دكتور. دكتور نحن في كل موسم تكون الانطلاقات مميزة ورائعة ونرى الاستعدادات من قبل جميع الملاك دون استثناء لتمهيد المرموم. السنة هذه نشوف التجهيزات من قبل اتحاد الإمارات لسباقات الهجن وكذلك من قبل نادي دبي لسباقات الهجن، استعدادات مختلفة، استعدادات مميزة سواء بالمحاذير أو الاشتراطات الجديدة التي تحد من انتشار وباء كورونا أو كذلك من خلال أعداد السباقات والبداية كذلك بهجن أصحاب السمو الشيوخ في أول انطلاقة مهرجان تمهيد المرموم. تسمعني دكتور؟
أسمعك راح الصوت الأخير، لكن أقول في البداية السلام عليك وعلى أخواني المعللين، ومرحبا أبو عبد الله العيان. وصراحة يا عصام إحنا الحمد لله في دولة الإمارات محظوظين أن دائما الحمد لله أن نحول الشيء السلبي إلى إيجابي. فعملية الوباء أو مثل جائحة كورونا حولناها إلى طريقة إيجابية وأخذنا منها مصلحتنا لنستفيد منها. نعم. فاليوم في دولة الإمارات اللهم لك الحمد القيادة وضعت آلية احترازية وكيف أن احنا نتعايش معها، ولا يتوقف شيء لا من رياضتنا ولا من أعمالنا ولا من تلقى دولة الإمارات اليوم متكيفة لأمور إيجابية كثيرة. هذا يرجع إلى القيادة الحمد لله المتميزة اللي احنا نعيش تحت قيادتها. لكن لو تكلمنا على عملية المهرجان وعملية انطلاقه، أنا ما أدري الصوت يروح ويرد يا عصام. من عندنا يمكن السبيكرات في الاستديو، نحن سامعينك تفضل. نعم أنا أقول الحمد لله دائما. شوف الرياضة هذه رياضة تراثية، القيادة تحب أن شعبها يعيش حياته العادية ويعيش رياضته بطريقة احترازية وقائية. اليوم احنا كملاك هجن نرفع الشكر لهذه القيادة ونوعدها أن نكون في موقع الاحتراز الحقيقي الذي يطبق أنظمة الاحترازية، وأن نكون عند حسن ظن قيادتنا في تطبيق الأمور الاحترازية. كل مالك هجن اليوم يعرف أن القيادة قدرت منه وعطته هذه رياضته باستمرار ومع بداية الموسم بدون تأخير، أعتبر أن من ثقتهم فيه بأنه بيطبق الأمور الاحترازية وبيطبق التعليمات الموجودة من اتحاد سباقات الهجن. اليوم احنا اللي نشوفه نعمة هذه. أنا أتوقع أن بداية الموسم هذه بداية خير، مثل ما الموسم السابق بادي، لكن السنة هذه بادي بأمور احترازية فمعناها بقوة. نعم نعم بو دكتور، حتى الأمور الاحترازية تابعناها، لكن هناك اشتراطات جديدة، يعني اللي بيكون هناك ممكن أحد الملاك يزيد عدد المشاركات بأسماء مطايا وهمية، هناك مخالفة إذا أنت تأخرت عن التسجيل، هناك كذلك مخالفة تقدر ب 500 درهم. إذا أنت سجلت مطية مهجنة في شوط المحليات كذلك سيتم عزلها. في بعض هذا يمكن هذا البند موجود من قبل لكن ردوا مرة ثانية. أخرت عن التسجيل أو كذلك الغرامة إذا أنت كذلك سجلت مطية أو أعداد مطاية وما شاركت بها في هذا الشوط، أتوقع هناك نوع من تحديد العدد أو محاولة تحديد الأعداد في الأشواط من قبل النادي، وهذا يصب في مصلحة الرياضة. عصام أظن الاشتراطات اللي وضعت القوانين اللي وضعت اليوم هي عملية احترازية. احترازية اليوم أنك أنت تقريبا هذه كانت من العام مطبقة موجودة، بس كعملية احترازية أنا المالك يكون شريك في هذه القرارات. اليوم الناقة أنا عارف ناقتي أنها محلية وسجلها في المحليات، اللي مش موجودة اليوم تعرف أنت في الأمور الموجودة الآن ما حد يكون متواجد كله عبر عن بعد أو عن عملية تسجيل إلكتروني وعن هالطريقة. لكن إذا ناقتي أنا محلية وبركضها في شوط المحليات واللجنة تشوفها مهجنة وأنا عندي إثباتات، متى أعملها هذه؟ هل وقفونها من الشوط ويحرموني مشاركة أو يسمحوا لي أني أشارك وبعدين يطلبوا التثبيت مني؟ خاصة أن الشخص واحد بيكون موجود في التحضير، شخص واحد يعني أنت ما يمديك حتى ولازم تحضر يعني قبل الشوط، قبل شوطك بربع ساعة تكون موجود. أنا أتوقع من الأمور الاحترازية أن الناقة تركض وإذا ما كان في إثبات لها تحرم جائزتها. أما توقفني أني مركض ناقتي وأنا أعرفها يمكن إنتاجي ويمكن أنا شاريها. أما نعم ما حد يتعمد يركض المحلية في المهجنة ولا المهجنة في المحلية وهو متعمد، هذا هو يستاهل الجزاء. أما شخص ناقته محلية لكن اللجنة تشوفها مهجنة فتطلب عليه إثباتات بعد السباق، أما لا تحرمني من المشاركة. أنا أتوقع القرارات لها إيجابية ولها سلبية. السلبية أنك أنت في الشوط يحرمونك وبعدين تعال عدل الوضع، صعبة هذه. أنت خلني أشارك، حط حرفتي وخلني أشارك إذا أنت مشتبه فيها كلجنة، وأنا بثبتته والمركز الثاني تركض. أتوقع هذه بيكون عادل لملاك الهجن. طيب تشارك وإذا أخذت مراكز متقدمة تحرم النتيجة؟
هذا اللي تبغى توضحه؟ اذا كان أنا مشتبه في المطيه طلع. اذا مشتبه في المطيه لا ما تحرم، اذا مشتبه المطيه وراعيها ما ثبتها تحرم جوائزته. نعم تحرم جائزته ويعطى الثاني هو المركز الاول. يعطى الثاني في المركز. شو رايك ابو محمد؟ انا مساء الخير اول شيء دكتور. مرحبا استاذ ابو محمد. مرحبا استاذ. مرحبا ومسهلا، نتشرف بك بحضورك الليله. الله يطول عمرك يا ابو. بخصوص النقطه هذه ابو خليفه، الحين طول عمرك ان كان انا ما يا بنادم اركض في شوطي، شوط محليات، وسبقني ببكراته وهي بكراته مهجنه، وسبقني فرطني السبق ولذه الناموس، وفرطني البيع ان كان شيء بيعه، عادني بستفيد ويش ان كان عقب اسبوعين ولا شهر راغوها بالمهجنات، وني طول عمرك بكراتي مسبوقه، اعطوني اشاره الاوليه. اني اول شيء خربت عليه مركاض بكراتيه، وخربت عليه تيمها، وخربت عليه سبقها، وفرطتني من بيع ان كان شيء بيعه. شو الحل من وجهه نظرك؟ انا اقول الحين الحل واضح، انت اللجنه بيض الله ويهم قالوا محليه سجلها في محليات، ما عندي اثبات عليها تركض في مهجنات لين يجيب ما يثبت لذلك. يحولونها مهجنات. يحطونها مهجنات. انا اليوم اتكلم ساعه وانا جاي في الدرب اكلم واحد من اعضاء اللجنه، رجال كلمني في قعوده. قعوده طول عمرك ما له اثبات، قعوده هو يقول انا قعودي محلي وهو كلامه واقعي، لكن ما عنده اللي يثبت، اللي عنده ما عنده اثبات، طلبوا ابوه ابو القعود وامه، لكن اللجنه ما ثبتت ابو القعود انه محلي. فلين قال كلمت الرجال قال اركضه في المهجنات لين يجيب ما يثبت انه قعود محلي، يحضر امه وابوه ويثبت انه محلي، وذيك الساعه يشارك في المهجنات. دكتور شو رايك في هذا الحل؟ أنا أقول لأبو حمد أنت روحك راعي هجن، والإنسان اللي مشارك يقدر ظروفه. أنا أقول كل الهجن بتسجل مهجنات، كل الهجن بتسجل مهجنات ما عاد يروقهم. نعم، وبعدين إذا هي محلية بيثبتها وبيردها في المحليات، معناها كلهم بيركضون في أشواط المهجنات وبيتركون المحليات فاضية على هذا القرار كالمركاض الأول. المركاض الثاني يروح للجنة يقول لهم ناقتي محلية، هو يركض في المهجنات ياخذ شرط المهجنة، لكن بيروح اللي ثاني مره اللجنه يقول المناقه هاي محليه. هل بيحرموني دكتور؟ الحالات اللي تيك يمكن حاله حالتين، ما هن كثير، ما هن اركاب كثير انهم شوطه محليات بيدبر خفيف. محتاج في الرصاصه مهجنه او محليه من البدايه. لا ليش ما يحطون في الرصاصه عند الترصيص محليه ومهجنه؟ هذه لو سووها من البدايه بتقطع بتسوي حل من البدايه. لا انا كمالك بروح للاتحاد او بيروح لميدان دبي وبودي هجني وبصنف في نفس اللحظه وبيحطون هنا امامي مهجنه محليه وخلاص، عقب بسجل وانا مطمن. اما لو النقطه هاي يضيفونها في الترصيص من بدايه التسجيل، يوم تسجلها في طيمه حطيت بيانات كامله ابوها وامها وصنفها ان كانها محليه ولا مهجنه، انت قطعت شوط كبير عليك في الاعمار الجايه، ما تحتاج تثبيت مره ثانيه. راها موجوده في السيستم، هاي مهجنه وهاي محليه. لا بس في الترصيص ما يسوي، ما يحطونه ابو 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 محمد. لا بس انا الحين اقدر اجيب حلالي للجنة واسوي المهجنه مهجنه والمحليه محليه واثبتها وخليني تركض وانا مرتاح، خلاص اسجل بدون احد يعيقني. طيب اذا بيثبت نعم. طيب هذه يمكن شويه هذا البند اللي هو رقم 2 شويه اصبح فيه خلاف ما بين محللينا. دكتور بند رقم 3 المطايا التي تسجل بشكل وهمي، غرامة لمالك هذه المطايا 500 درهم، مناسب المبلغ ولا كثير ولا قليل؟ من العام طبقينها هذه، وهذه كانت في أشواط الرموز، أما في الأشواط الثانية مستحيل واحد يسجل أعداد كثيرة. ترى الركاب اللي عند الناس تراها مش زايد عددها، الحين لو سجل واحد 5 معناها بيخلي زحمة في الشوط، ما هو مخلي زحمة أصل الشوط، لكن الغرامة زينة. يمكن ناقتي مرضت أجيب لها العذر الطبي، يمكن ناقتي ضالع كيف أثبتها؟ أروح أوسمها عشان ما أدفع 500؟ لا إني العام ذي صادفتني ترى القراضي العام الماضي، هذا العام الماضي إني أروح إذا شيء واجهني أبو محمد، سجلت عندي مسجل في المركاض كان في المرموم، وقعود يوم الصبح قدنا بنحمل حم علينا، ويوم ينا الشوط في الكشف الموجود عند اللجنة تبلغهم اللجنة تقول لهم القعود هذا ما بيحضر اليوم، تبلغ اللجنة ويشطبون على اسمه يكتبون قبل انطلاق الشوط. قبل انطلاق الشوط يوم يجي طول عمرك قعود قدر يحمله الصبح أنه فيه حمى، ويت عند الشوط قعود الفلاني ترى ما بيركض، شو السبب؟ وعكة صحية، وكتبوا عليه وبلغوا به النادي هنا. فالحل سريع دايركت.
ممتاز، يعني في حل سريع دكتور. دكتور ناموس، سمعنا انك بعت وبتشارك وعندك ما شاء الله حلال طيب السنة. الحمد لله عصام. ومن انتاجك بعد بخير اقول عنه. تستاهل، مبروك البيعة، وإن شاء الله يعني فالك الناموس في مشاركاتك القادمة. لا لا، اللي باع سالم بالشرقي ابن عمي. ابن عمك، أنت ما بعت؟ أنا ما بعت، لكن إن شاء الله الخير مقبل إن شاء الله. الخير ياي، بتشارك في التمهيدي؟ أبو محمد ننتظر من الله خير، نتمنى لك التوفيق. خليك ويانا الدكتور سعيد بالشرجي، بنعود إليك أبو عبد الله. نحن لاحظنا في هذا الموسم أن اتحاد الإمارات لسباقات الهجن ونادي دبي لسباقات الهجن نزلوا الجدول للسنة كلها، يعني نحن عارفين من 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 الآن ومن قبل عارفين متى وقت ختام الوثبة، نعم. عارفين متى وقت مهرجان ولي العهد وختام المرموم وجائزة زايد الكبرى، عارفين متى الأوقات الرئيسية للمهرجانات الرئيسية، وهذا جهد كبير ومميز ويشكرون على صراحة نشكرهم على الجهد هذا. الحمد لله على الشفافية. الركض في وقته وفي يومه مبين لنا من بداية الموسم. نحن نعرف اليوم مركاض اللقاية والسبوع الجاي بيبين مركاض الكبار، والحمد لله نحن في شفافية وفي دول الحمد لله محسودين عليها الحمد لله. اللهم لك الحمد. أتوقع ترتب جدولك على الجدول اللي شفته. إذا بتعرضوا لنا جداول الموسم كله سواء في ميدان الوثبة أو في ميدان المرموم، السنة غير سبحان الله. شوف الوثبة نزلوا جدولهم واضح، حتى ختامي الوثبة واضح. تاريخ كم بيكون ختامي؟ وهذا صح أبو خليفة، أن الرزنامة تنزل من أول الموسم، ابن آدم قايس العمر ويعرف كيف يجهز ركابه ويعرف متى بيشارك بهن، فطريقة جدا ممتازة، وهذا الشيء كانوا يطالبون به من زمان. لكن اللجان جزاهم الله خير سواء في اتحاد سباقات الهجن في الوثبة أو نادي دبي لسباقات الهجن، باذلين جهد كبير، يحطون لك من أول الموسم لين آخره، وأنت قايس على عمرك سبحان الله. مرت بوعك صحية، تعرف تحاسب المطيتك متى بتركضها، مرت فيها ضلاع، مرت فيها، فانت الحين يا ابو عبد الله تقايس على مطيتك متى بغيت تشارك، بتشوف بتحسب الحسبه كامله عندك، كل شيء واضح ابو حمد. نعم، والحمد لله نحن يعني نعرف، تعرف اللي لك واللي عليك في مجال الركض، تعرف اي اسبوع بتركض في اي تاريخ في اي يوم، والجدول مجهز جهز عليه من بدايه الموسم. صحيح، والحمد لله. نحن مهرجان ولي العهد بيكون عندنا في تاريخ 23/1 الى تاريخ 4/2. نعم، في شهر تقدم على موعد السنه الماضيه العام. في 23/1 تقريبا بايام العام بدينا تاريخ 2/2 كان الجدول 1/2، لكن اخروا يوم بدينا تاريخ 2/2. الله يعيننا احنا وياكم ان شاء الله وجميع وكل المسلمين يلاقوا به ويلاقونهم بخير وسهاله. ابو خليفه، يوم تحط انت شيء قدامك جدول واضح وبتمشي عليه، سهلت للمشارك، جهز مطيته، ما اشتطبها، يعرف تاريخ ركضها، عرف طريقة تجهيزها، يوم تحط له هدف معين. صحيح، أنت دامك تمشي على هدف وخطة معينة أنت بتكون ما اكتضيت ولا ضريت مطيتك. صحيح. دكتور سعيد معانا؟ طيب، ختام الوثبة أو ختام المرموم بيكون من تاريخ 28/3 إلى تاريخ 8/4. بيكون قبل ختامي الوثبة؟ لا آخر ختامي، آخر ختام من 28/3. الوثبة بداية 3. نحن الحمد لله يعني النقطة اللي بوضحها أنه خلاص التاريخ من الآن مبين واضح، من 28/3 بعد كأس دبي العالمي بيوم لين 8/4. هذا الأفضل أبو خليفة صراحة. نحن نتكلم من اليوم في شارة الشيخ حمدان بن راشد، شارة الشيخ حمدان بن راشد، السبوق في كل وقت بتطلع في الختاميات كلها مجال السبوق، وشارة الشيخ حمدان بن راشد ليل العاشر أقول لك تأخذ رمز، ومطي اللي تي عاشر يعني في هالختاميات تأخذ رمز وتأخذ شوط رئيسي. نحن الحمد لله يعني بداية جهوز والحلال إن شاء الله أنه مستمر، والتواريخ الركض والمجال الركض في يومه وفي أحسن وقت صراحة. نعم سبحان الله، نحن نقدر نقول رب ضارة النافعة. السنة يمكن
أول سنة نشوف بهذه الطريقة الترتيب والتجهيز للجداول من شهر 7 تقريبا نزل الجداول الرئيسية تقريبا يعني قبل ما يبدأ الموسم قبل ما يبدأ التمهيدي الجدول واضح وكل مالك يقدر أنه يجهز حلاله ويقدر أنه يجهز كذلك مشاركاته للمهرجان الذي يختاره. نذهب كذلك في هذه اللحظات ينضم إلينا الزميل علي سالم أبو داود الدرعي. رحبك يا أبو سالم. أبو سالم كنا نتحدث عن نقطة جداول السباقات سواء في ميدان الوثبة أو كذلك في ميدان المرموم. الآن كل مالك عارف متى أوقات أو وقت الختاميات والمهرجانات الكبرى قبل بداية الموسم ويستطيع أنه يجهز الحلال ويفرز الحلال كله في المهرجان اللي يشوفه مناسب. تسمعنا أبو سالم؟ مرحبا ابو خليفه. الصوت شوي مو واضح ابو خليفه عندي يمكن. نعم بنعود الى ابو سالم. نقطه جدا مهمه ان التجهيز راح يكون مميز ورائع لجميع الملاك. غدا الانطلاقه لتمهيد المرمى. غدا الانطلاقه وانطلاقه الموسم هذا قدموا اشواط ركاب الشيوخ على ركاب الإماعة. كنا الاول نركض ابو خليفه صح لقايه الشيوخ الإماعة لقايه اذاعه الإماعة بعدها لقايه الشيوخ واذاعه الشيوخ. لكن السنه شفنا طريقه الجدول المغايره هجن اصحاب السمو الشيوخ بتكون بدايه عندها. نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق. بنشوف يمكن من باكر ابو خليفه اتصنف راعية كاسة اللقاية سواء في أي مؤسسة. باكر يمكن الركاب اللي بتشاركن من شرايا العام من الانتاج من شرايا هذا الموسم. فنتوقع إن شاء الله منافسة طيبة بتكون في صباح الغد. المؤسسات جاهزة مع المضمرين جاهزين. باكرة الركض بتنطلق بالنسبة لمؤسسات هجان أصحاب السمو الشيخ باكر ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. فان شاء الله ان نشوف نجمه كاس اللقايه تطلع باكر عندنا في هذا ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى ذلك. هل ممكن تكون في اسماء غدا سنراها على الساحه؟ ممكن انتم هل ركضوا تعرفوا من خلال الاسماء اللي بتشارك يوم غد؟ من باكر اخوي خليفه بيوضح كل شيء. الاسامي مسات كلهم مستعدين وجاهزين ويجهزون على هالركض وبيبين كل شيء يا ابو خليفه. نحن ما نقدر نقول لك يمكن تظهر وحده انتاج عندهم عند واحدة من المسات تكون مصنفة للشوط مثل ما قال أبو حمد شوط رئيسي. بيبين كل شيء من باكر وإن شاء الله نحن نقول المسات كلهم الله يوفقهم. الله يوفقهم جميع. نروح مرة ثانية لعلي سالم أبو داود. نعم أبو سالم تسمعنا؟ نعم يا أبو خليفة مسي عليك وعلى ضيوفك الكرام. نعم أبو سالم كنا نتحدث عن نقطة أنه من شهر 7 نزلت جميع الجداول الرئيسية للمهرجانات الرئيسية سواء في ميدان الوثبة أو ميدان المرموم. وهذه السنة منذ بدايتها سواء من ناحية التنظيمية أو كذلك من ناحية التجهيز لكم أنتم كملاك عندما تعرفون وقت المهرجانات الرئيسية تقدر تفرز حلالك للمشاركة بالشكل الصحيح وبشكل المتوازي وتكون مشاركاتك كلها مميزة في كل المهرجانات. والله ابو خليفه احنا يعني اتحاد سباقات الهجن عندنا في دوله الامارات دائما متميز سواء كان في هذه السنه او السنين اللي مضت او نادي دبي. الجداول تقريبا كانت قبل كم سنه واضحه لكن السنه نزلوا جميع الجداول في وقت واحد ووقت يعني متميز. طبعا الاتحاد يحاول ان طعمك يرشد ملاك الهجن أنهم طعامك يتقيدون بالأنظمة والترتيبات في ظل جائحة المرض هذا وكل يجهز حلاله على قد ما بغى. فجدول واضح. احنا نشكرهم صراحة للأمانة على هذا المجهود الطيب سواء كان اتحاد سباقات الهجن في دولة الإمارات برئاسة سعادة عبد الله المهيري أو نادي دبي علي بن سرود. كلهم صراحة مجتهدين وبيض الله وجههم. وانت يا ابو خليفة يكفيك ان يوم تتصل به مدير الاتحاد او الاخ علي تتصلهم تلفون اول ما يصيح التلفون ردوا عليك وقالوا لك الو وش في الخاطر. فجداول طيبة وواضحة الله يطول اعمارهم ويجزيهم خير وهذه من صالح الركض يا ابو خليفة. نعم ابو سالم.
باكر بيكون ان شاء الله هو الركض، وركض هجن اصحاب السمو الشيوخ، وبتكون المنافسه ممكن ان نرى بطله كاس اللقاء يا باكر، ممكن نراها تركض. والله يا ابو خليفه ممكن الصوت عندي ما بواضح اليوم، ما ادري شو مشكلتك بالصوت. نعم تسمعني الحين؟ الحين اسمعك واضح. تسمعني ابو سالم؟ نعم اسمعك ابو خليفه. ابو سالم ممكن ان نرى يوم غد في منافسات اللقاية لهجن أصحاب السمو الشيوخ ممكن أن نرى بطلة كأس اللقاية؟ نعم ممكن أبو خليفة، وهذا يعني مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد طلعت ندر الحلال على سبيل المثال نيران المملوكة لهجن العاصفة، يعني طالعة من تمهيد المرموم، وكانت تركض بشعار محمد بن معتوق العامري، وانتقلت ملكيتها لهجن العاصفة، والكل يعني مالك هجن وكل صاحب عزبة يعرف هذه الذلول اللي ما بقت سيف ولا خلته وبشعار هجن العاصفة. تمهيد المرموم يا أبو خليفة يطلع سبق وسبق ندر، وأيضا العزوم اللي هجن زعبيل شفنا أداها في الصياد، شفنا أداها في الوهبة صاحبة رموز، شفنا كثير من الحلال على سبيل المثال أبو خليفة انتقلت ملكيتها من تمهيد المرموم لأصحاب سمو الشيوخ، وحصدا رموز تمهيد المرموم هو بداية انطلاقة المهرجانات عندنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. تخطيط سليم وممتاز من سمو الشيخ حمدان بن راشد الله يطول عمره، الله يطول بدعم يعني. عزبه ودعم هذا العزب السبق. الشيخ حمدان حط الوقت هذا وقت مناسب، جميع ملاك الهجن مجهزين حلالهم. يمكن كانت الفكره قبل كم سنه عند ملاك الهجن انهم تجهز من وقت ما تواصل، لكن الفكر اللي وصل له ملاك الهجن في الترتيب وفي في الومل المطيه، اصبحت المطيه تقدر يا ابو خليفه تركض من شهر 6 لشهر 6 لبيك الحوت، فالمطيه اصبحت مش عائق، العكس اللياقه اصبحت مفيده وجيده للذلول. نعم نحن نشكرك علي ابو سالم ابو داود الدرع تواجدت معنا في هذا الاتصال عن بعد هذا الاتصال المرئي، شكرا لك ابو سالم. ابو عبد الله اذا ما تابعنا جدول يوم غد نشوف انه اول الانطلاقات معنا 14 شوط. نعم لقاية هجن اصحاب السمو الشيوخ بتكون الانطلاقه الساعه 6:00 صباحا. والله نحن بتحضر ان شاء الله باذن الله، نحن مستعدين، نحن نبني امال من شان نشوف هاليوم والركض هذا. نعم. وانا اقول لك يعني مسات ما يستهان بن كلا، ونحن الحمد لله يعني انا اقول لك حلال الشعب اللي الحين موجود عندهم مبخور، السنه ما حصل ركض صح ولا لا يا ابو حمد؟ صحيح. الحلال مبخور وبيلاقون سبق لين بدا اخر الموسم السبوق متواجدة، والشارة ذي تحضرنا أنها السبوق السبق من كل ميدان. أي نعم. واللي مثل ما ذكر الحين أبو داود كثير من الشارة ذي شارة تمهيد المرموم ظهرا سبق، واللي بيشتري مطية يحسب لها حساب كبير أنها بتأخذ لها في شوط حساس. فالركاب اللي مع اللي بتشاركها أبو خليفة مذخورات مثل ما قال أبو عبد الله، لو معانيات عناية صح ومقيضات مقيل طيب ومجهزات تجهيز طيب، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. أبو خليفة صراحة الله يطول عمر الشيخ حمدان بن راشد، آمين يعطيه الصحة والعافية، اللهم آمين. هذا الركض أحيا كل شيء، وين بتصير في أي مجال، مجال الركض إذا بتروح لهالحلال اللي شارك واللي ما شارك. نعم مبسوط وربحان. ونسرت للأسواق نفس الطريقة الحمد لله، هذا الركض يحيي ناس تدعى بالخير. نعم. ومتعطش لهالمواضيع، والحمد لله نحن في 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 ظل شيوخ كرام وطيبين الحمد لله ونستفيد. نعم نروح نشوف تسعيرة تمهيد المرموم، دائما ما تكون هناك في تسعيرة بتظهر أمامنا على الشاشة، وهذه التسعيرة بتبدأ من مشاركات هجن أبناء القبائل بتاريخ 1/9/2020. نعم من 1/9 بدأت التسعيرة، بتخبرنا عنها أبو حمد. نعم التسعيرة مثل ما نزل في الجدول أبو خليفة يكون بيع المطاية ملزم على متسابق. نعم البند الثاني الهجن المشاركة محجوزة لمدة 72 ساعة بعد السباق، تنطبق التسعيرة على هجن المشاركة. التسعيرة موضحة أبو خليفة، بداية المركاضة تاريخ 1/9 و2/9 بتكون قيمتها 1,000,000 للبكار،
و800 للقاعدين، 15.9 و16.9 كذلك نفس التسعيرة، عندنا 29 و30.9 نفس التسعيرة، بعدها تاريخ 12.10 و13.10 بترتفع التسعيرة إلى 1,200,000 للبكارة، 1,000,000 للقعدان، ويوم الختام لهذا المكرمة بتكون تاريخ 14 المركز الأول للبكار 1,500,000 والقعدين 1,200,000. نقول الله يطول عمرهم ويجزاهم الله خير على هذا الدعم وهذه التسعيرة الطيبة اللي كلنا بيشارك فيها وكلنا يتمناها، وعسى الله يوفق إن شاء الله الجميع. تسعير أبو خليفة هاي بيعة أول موسم، تعطيك أمال الموسم كامل، تعبك ومقيضك وخسارتك اللي تعبتها في القيض دي كلها مرة تنساها في سبقك وبيعتك في هذا الموسم. نعم والله يوفق إن شاء الله كل مجتهد، والعرب مجتهدين وباذلين الجهد، والشيوخ جزاهم الله خير. احنا في نعمة الراكض دي من شهر 9 ذي الحين بتينا تسعيرات لين شهر 4. نعم والله الواحد يقول يلا بسبوك والتوفيق من الله. نتمنى لكم مشاركات مميزة. أبو عبد الله، التسعيرة يتفي وقت الآن، خلاص بدينا يمكن أول التسعيرات في هذا الموسم. بدينا وقت الجد صحيح، يتفي في وقت التسعيرة. هو وبشرك اللي راعي السبوك لا يخاف ما دام في ظل شيوخه، ما يخاف الحمد لله. نحن يعني أكلمك بو خليفة، نحن عندنا حلال والآخرين عنده حلال، يعدون ومستعدين لبداية هالشارة لين آخر الموسم، وشوف أنت هذا رزق يدور الحظ لمن. صح نعم. صح، حضر السبوق والتوفيق وسهل التوفيق من الله سبحانه وتعالى. لكن المنافسة في تمهيد المروم، يعني أنت تنافس كأنك في ختامي. نعم منافسة شديدة. سبق ما صح أنه في تسعيرة وفي دعم وفي توجيه، لكن المشاركة والناموس كبير والمنافسة شديدة. منافسة شديدة، ولا تسبق غير السبوق العاند. يوم بتجيب لك يوم بتحضر في المركاضة مثل ذي، ما أقول كاد ربك مطيب عندك، يلا تقول سابقه مثلا، بتقول ولا جايب رقم في ميدان فرع وتقول يمكن أني أشارك بها. مشاركة زينة وهذه تكاتيب وحظ وتوفيق عند الله سبحانه وتعالى، لكن ما بتاخذ الشوط في تمهيد المرموم ولا مطيه سبوق سبوق سبوق. صح أنها تصنف من صنف السبق، ومشاركة ما هي بسيطة مثل ما قلت أبو خليفة، سواء في سن اللقاي ولا سن الإذاعة اللي بتشوفهم بيشاركهم، واللقاي اللي بتشاركهم غدوة. نعم. لهم ماضي بتلقاهم مشاركات في الرئيسيات اللي جاي ثاني واللي جاي ثالث على الموتر، وبيشاركهم غدوة هنا. فالركاب اللي بتحضرنا ركاب سبق سبق سبق، ولا بتسبق غير سبوق عاند. نعم. دكتور سعيد بالشرجي معنا في هذه اللحظات. السلام سامحونا مشاهدينا الكرام، نستكمل برنامجنا، نذهب للدكتور سعيد بالشرقي إذا هو بعد معانا في هذا الاتصال. دكتور مسيك بالخير. دكتور أنا والله أصمر، أنا غيرت رأيي، كان عندي سؤال لكن الحين غيرت رأيي، برد بسألك على التسعيرة وشو رأيك في التسعيرة، خاصة أنها تأتي مع مهرجان كبير وفي تمهيد المرموم والكل ينتظره. صحيح أنها تسعيرة مجزية ومغرية، لكن مش بسيطة أو سهلة كذلك. صحيح نعم. نعم دكتور. صحيح عصام، تسعيرة الشيخ حمدان بن راشد لها ميزة مختلفة عن كل التسعيرات. تسعيرة الشيخ حمدان بن راشد كل نهاية لها السبوق الرئيسية اللي عنده، لأن فيه لها خاصية تعطيك أنك أنت تجهز أفضل حلال اللي عندك. أول شيء الشيخ حمدان بن راشد الله يطول عمره ويرده بالصحة والعافية يا رب، الله من الناس الداعمين الرئيسيين في هذه السباقات.
ولو نلاحظ أن الشيخ حمدان عارف ظروف أهل الهجن وعارف احتياجاتهم، تسعيرته دائما بعد ما يظهر الفحص تأخذ فلوسك، أنت تستطيع أنك أنت تقضي بهن وتستمر ووضعك بهن. عملية هذه هو عاطيها خاصية للملاك، فكل الناس يجهزون الحلال القوي اللي عندهم في هذه. وإحنا صراحة عرفنا كثير من الحلال نخذ في شارة حمدان بن راشد وأنجز وله إنجازات كبيرة جدا. صح. فتأكد أنه ما تي غير السبوك. اليوم اللي ما عنده سبوك لا يروح للميادين مثل هذه، يروح يرد يتكبد خسائر نفسية ومعنوية أكثر بعده. لكن الجمهور يبقى يركض بو دكتور. لا خلاص انتهى موضوع الركض والعدد، انتهى. طول عمر قيادتنا وشيوخنا واتحاد سباقات الهجن اليوم اللي ما يقدر ينجز ما يروح لهذه الميادين، عنده ميادين فرعية ويجلس فيها أفضل له. نصيحة أنه بدل ما يخسر ويتكبد خسائر ما فيها عملية، اللي ما تسبق في الميادين الفرعية بعدها مرئية ما يقدر يروح بميدان المرموم ولا الوثبة. منافسة كبيرة في الميادين الرئيسية. أي نعم، اليوم هذه الميادين يوم تركض في الميدان مثل ميدان المرموم توصل كيلو ونص، خلاص أنت نفسياً تتحطم، تنتهي، ينهونك. اللي ما عنده سرعة في المسافة هذه هناك تنتهي، فراعيها يتكبد خسائر، شو الفائدته؟ يجلس في ميدانك وارتاح. والنول والتعب. نعم. لا خلاص. وصدق الدكتور اللي ما تسبق سابق مرهي وسابق في ميدان هذا فرعي مكرر السابق ما بتسبق هني وبتشارك هذا. بشرك تسبق في ميدان فرعي وأن الناس الجمهور اللي في نفس الميدان يرشحون أن تروح. في اشتراطات يعني أنت تحطها قدام كل مشارك. لا خلاص اليوم الناس توعوا صراحة. كان أول ممكن الإنسان يقول يغامر، اليوم لا. اليوم حتى في العزبة اللي ما لها إنجاز ولا تشوفها تأدي تتركها، ما تخليها عندك في العزبة عشان تخسر عليها. وأهل الودايع اللي يستودعون يرجعونها لأهلهم، ما يجلس. منو يبغي هي خامسة وعاشرة في الرقم 800 درهم؟ شو بيحصل منها؟ تحميله من العين إلى دبي يمكن تقريبا فوق 1000 درهم، شو فائدته؟ صح. نحن نشكرك دكتور سعيد بالشرجع تواجدك معنا في برنامج الأصائل عبد خاصية اتصال المرئي واتصال عن بعد. شكرا لك على تواجدك معنا في هذه الحلقة. عفوا أخ عصام، لكن أنا بنتهز هذه الفرصة إنزين وتقدم بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن راشد على الدعم اللي يقدمه لها الهجن. ودائما مهرجان الشيخ حمدان بن راشد هو افتتاح للختاميات والمهرجانات، ودائما هو داعم رئيسي حتى في مشترى الزمول. الانتاج كله من انتاج زمول حمدان بن راشد، متميز في امور كثيره. نقول لي ابو راشد الله يطول عمرك، الملاك ما ينسون فضلك ودعمك لهم، وعمليه تسعيرتك تاكد انها صارت من اولويات اهل الهجن، لانهم ياخذون فلوسهم ويستفيدون منها ويروح بنفس الوقت بعد الفتره ما تتاخر لفترات طويله ويتكبد عليها خسائر. نعم، شكرا لك الدكتور سعيد بالشرجي على تواجدك معنا. في نقاط يمكن أثارها الدكتور كانت مميزة، خاصة أن إذا أنت تشوف مطيتك ما تقدر تهيب مركز لا تحملها ولا تعب نفسك. بالفعل الحين أصبح أول أبو خليفة هل الراكب أنت معاه في نفس النقطة؟ نعم أبو عبد الله معاه في نفس النقطة؟ نعم. مطية اللي مو بسبوق الناس ما تتعنى عليها وتتعب عليها. أنت مو تعبان من طرف واحد، تعبت اللجان أول شيء، بنتكلم في اللجان وتعبت نفسك. يعني أنت سائر على أمل وهي مطية مش قد الأمل، لازم تسير بشيء مكرر السبق مشان يثبت في مكان اللي أنت تبغيه. الحين أبو خليفة ملاك الهجن أصبحوا في وعي كبير، الصبر عن مطية لا أكثر من صبر مبالغ فيه عن مطية ما يصبرون العرب. مطية الحين أصبحت مكلفة طعامها، تكاليف المطية اللي ما تنافس في رئيسيات وتسبق وتنافس تبقى خير. مطية أصيل بتلايمها بتربطها الوش مخلف بوي ويد مهما كان، ممكن تقول بعزلها للإنتاج، بعزلها للإنتاج أبرك لها، ولا أنها رابطنها بعزبة الركاب، ما أخذ عليه عامل، ما أخذ عليه قليصة، ما أخذ عليه طعام، وأثرت هي المجهود اللي أخذتها والخسارة اللي أخذتها أثرت على السبوق اللي عندها بالعزبة. أفضل لي سبوق مطية واحدة في عزبة أفضل من 20 و30 مطية ما تشاركهم في محافل. ولا نقاطع كلامك، مطية الحليوة حتى تأثر على السبوق اللي في الشوط. نعم تأثر عليه ناقتك أنت، السبوق اللي كاتب أمل فيها وباني أمل
الدور تطيحها ولا تعرقلها مطيح حليوة. أنت ما فدت الناس ولا فدت نفسك. صح. مريت بعدك أصبحت ضارة في الشوط. هذا. نعم. صح. بس الفترة الأخيرة نحن نشوف الملاك لا عندهم وعي. لا عندهم وعي كبير. خلاص ما. وأصبحوا طول عمرك ما يجاملون. دامك ما تجامل نفسك أنت روحك كم راعي مطية تعرف تقيم ركابك. دامك ما تجامل نفسك وتشتغل صحيح بيخف العدد عندك وبيخف التكاليف عليك ويوم بتحضر ميدان بتحمل لك مطاية يشاركن انفرط ما أقول كلهم بيسبق لكن مطيتك تعرف مستواها انفرطت من المركاض هذا المركاض الثاني بتثبت وجودها فأصبح عندهم وعي كبير وراعي مطية روحها أدرب مطيته وأدرب مشاركته إن كانها في ميدان فرعي إن كانها سبقت في شوط مدني ويا بتيم ثقيل بقدر بحملها هني وش من خير بضوي أخير لها ترى تتم في ميدانها وتركض هناك إن كان يبون يبغي يطمش ويركض له وحصل شارة ميدان. نعم وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الأصايل نلقاكم دائما بشكل أسبوعي كل يوم أحد تمام الساعة 8 مساء على قناة دبي ريسنج عاد البرنامج بشكل أسبوعي وبشكل تفصيلي أدق سنتحدث عن كل التفاصيل الأسبوعية سواء في ميدان المرموم أو كذلك في ميدان الوثبة أو بقية الميادين أينما يحدث حدث هام ستجدون قناة دبي ريسنج وبرنامج الأصايل يرصد هذه الأحداث الخاصة في عالم سباقات الهجن عبر برنامجكم برنامج الأصايل وصلنا إلى الختام شكرا أبو حمد العفو أبو خليفة الله يسلمك إن شاء الله شكرا أبو عبد الله العفو يا أبو خليفة وما قصرت نشكرك يا أبو خليفة أنت وأبو حمد لا أنت لا أنت أبو عبد الله ظهور أبو عبد الله الأول عندنا نعم إن شاء الله راح تستمر معانا إن شاء الله نشكرك يا أبو عبد الله على التواجد شكر موصول كذلك لأبو سالم وللدكتور سعيد بالشرجي وكذلك لطاقم العمل بقيادة المخرج عادل مرعي نلقاكم يوم غد وأول أيام تمهيدي المرموم تمام الساعة 6:00 صباحا على قناة دبي ريسنج وانطلاقات أشواط سن اللقاية لهجن أصحاب السمو الشيوخ وصلنا للختام مع السلامة.